درسنا اليوم هو تلخيص قصة. اعتدنا بعد قراءة كل درس بتلخيص هذا الدرس أو هذه القصة. كنا نقوم بذلك بشكل جماعي أو كان يقوم بها عدد من الطلاب داخل الصف. اليوم سنأخذ الخطوات في تلخيص القصة. بإمكانكم اختيار أي قصة من مكتبة المنزل وتلخيصها، ثم كتابتها في الدفتر الأخضر وتصويرها وإرسالها لي. الآن خطوات تلخيص القصة. في البداية نقرأ القصة كاملة دون اجتزاء، أي دون أن نقص منها أي جزء أو أي صفحة، نقرأها بشكل كامل في المرة الأولى، ثم نقرأها مرة ثانية. ولكن في المرة الثانية ماذا نفعل؟ ندون، أي نسجل ونكتب ملاحظات في ورقة منفصلة عن القصة. كتابة هذه الملاحظات هي جزء مهم جدا في عملية التلخيص، لأننا نستخرج منها الأفكار التي سنقدمها، وهي تقدم لنا شرحا حول هذه القصة. إذا ندون ونكتب الملاحظات، ثم بعد ذلك نجمع هذه الملاحظات جميعها ونحولها إلى جمل مفيدة. طبعا نراعي أن نحافظ على تسلسل أحداث القصة الحقيقية الأصلية، ونراعي أيضا أن تكون بلغتنا الخاصة وليست بلغة كاتب القصة، ولكن لا نقدم أي رأي شخصي، لأن ذلك يخرج كتابتنا عن التلخيص، لأننا لا نريد أن ننقد القصة، فقط نريد أن نلخصها. بعد ذلك نراجع النص ونصحح الأخطاء الإملائية وكذلك اللغوية، ونضع علامات الترقيم إذا وجدت أو إن وجدت. في مقدمة الملخص نشير طبعا إلى اسم القصة واسم المؤلف. كتابة الملاحظات كما أشرنا سابقا أثناء القراءة تحتاج إلى كتابة ملاحظات تساعدك لاحقا على صياغة الملخص، لتكون ملاحظاتك كاملة وتفي بالغرض. راعي أن تكون الملاحظات إجابة على الأسئلة التالية. إذا كيف سنكتب الملاحظات؟ نضع في ذهننا أسئلة. ما هو المغزى؟ السؤال الأول، ما هو المغزى من القصة؟ عندما نقرأ قصة نضع في رأسنا السؤال، ما هو المغزى من هذه القصة؟ مثال قصة الحطاب والشجرة المنتصرة، ما المغزى من القصة؟ أن نحافظ، إذا ندون، أن نحافظ، المغزى من القصة أن نحافظ على نظافة البيئة وعلى الأشجار ونحمي الأشجار. المغزى هو الموضوع الذي دارت حوله غالبية الأحداث. قد يكون فكرة في رأس بطل القصة، كما في قصة بائع الحكايات كان هناك فكرة في رأسه، وهي أن يصنع حكايات من الأرغفة، أو أن القصة لها رسالة أخلاقية كما في قصة الحطاب والشجرة، أو أنها قد تسلط الضوء على أي شيء، حماية بيئة أو حماية حيوانات أو حديث عن شعب أو غيرها من المواضيع. السؤال الثاني، ما هي عقدة القصة؟ أي ما المشكلة التي حدثت في القصة؟ نضع في ذهننا هذا السؤال ونكتب ندون العقدة في هذه القصة. مثلا العقدة في قصة الحطاب والشجرة، عندما جاء الحطابون يريدون قطع الشجرة. العقدة في قصة بائع الحكايات، عندما تم افتتاح فرن حديث في القرية، أي الحدث الذي أوصل القصة إلى مفترق طريق. عادة ما يعلق البطل في دوامة، أي مشاكل، ويحاول الخروج منها، كما في قصة بائع الحكايات عندما حزن كثيرا على والدته، ولأنه فقير ولأن أخته صارت حزينة، هو حاول الخروج من هذه الدوامة وهذه المشاكل. السؤال الثالث، كيف تمت معالجة العقدة؟ حددنا العقدة، الآن كيف تمت معالجة العقدة؟ في قصة بائع الحكايات كيف تمت؟ عندما لمعت في ذهن البطل الطفل الصغير فكرة أن يصنع أو ينسج حكايات من الأرغفة. هي الطريقة التي إذا سلكها المؤلف وأوصلته إلى المغزى. في قصة الشجرة كيف تمت معالجة العقدة؟ عندما حاكت الشجرة للعصافير وقاموا بالدفاع عنها. الآن السؤال الرابع،
أين وقعت، أو الخامس، أين وقعت أحداث القصة؟ عندما نقرأ القصة يجب أن نعرف أين هو المكان. في قصة الغابة، في قصة الشجرة في الغابة، في قصة بائع الحكايات في قرية. يمكن أن يكون المكان مخصصا، مثلا مكة المكرمة، أو يكون عاما. في قصة الشجرة كان عاما، غابة، أي غابة في هذا العالم. إذا نحدد المكان. الآن نحدد الزمان. متى وقعت أحداث القصة؟ متى وقعت؟ في الليل، في النهار، في الصبح، في المساء، في الظهر، هكذا. إذا من حيث الزمان، عام 2000 ميلادي مثلا، أو القرن التاسع عشر، أو حدث قديما، قد يكون هذا كله مكتوب في القصة وقد لا يكون، قد تكون قصة خيال علمي. ممكن أن تتنبأ عن المستقبل مثلا في عام 3500 ميلادي. إذا نحدد الزمان. الآن السؤال التالي، من هي الشخصيات الأساسية؟ عندما قرأنا بائع الحكايات، من هي الشخصيات الأساسية؟ الشخصيات الأساسية هي الطفل والأم والأخت. أما الشخصيات التي أثرت في أحداث القصة وساعدت فهي الأطفال، الوالد، إلى آخره. قد تحتوي القصة على شخصية واحدة فقط رئيسية. هناك ممكن أن تكون فقط هناك شخصية رئيسية وهناك شخصيات ثانوية، وقد تحتوي على عدة أبطال أو عدة شخصيات. قد يكون للبطل أعداء أو له أصدقاء وهكذا. إذا الشخصيات الثانوية لا داعي لذكرها في الملخص إذا كانت شخصيات جدا ثانوية، يمكننا أن نعرفها ونحذفها إلا إذا كانت قد أثرت في القصة. إذا أثرت في القصة لا يجب أن نكتبها. السؤال التالي، كيف تفاعلت الشخصيات الرئيسية مع الأقدام؟ شخصية الولد في بائع الحكايات كيف تفاعل؟ تفاعل بذكاء وقدم الحل. السؤال التالي، لماذا حدث ذلك؟ لأنه فتحت النور أو فرن الحديد في القرية. إذا عندما نجيب عن هذه الأسئلة نساعد في وصف المشاعر والأحاسيس. إذا هنا نضع عنوان القصة. أريد قصة مختلفة عن القصص التي في الكتاب، لا أريد اختيار قصة من الكتاب. ثانيا بداية القصة، نكتب هنا في البداية ماذا حدث، ويكتب باختصار شديد. يعني قد تكون القصة مؤلفة من 20 أو 30 صفحة، لخصها في هذا فقط: البداية، الوسط، أهم حدث في القصة وهو العقدة أو المشكلة، ثم نهاية القصة. وهكذا نكون قد لخصنا قصة. أرجو أن تكونوا قد عرفتم وتعلمتم. إذا كان لديكم أي استفسار أو أي سؤال أو أي شيء لفت نظركم أو أردتم الاستفسار عنه، أرجو التواصل معي على الدوجو، وأرجو كتابة القصة، تلخيص القصة في الدفتر الأخضر بخط جميل مع العنوان وإرسالها إلى الدوجو. شكرا لكم.